إنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة أوصف لك قد إيه كنت فخورة وأنت بتاخد الجايزة. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، إزاي كل الناس يباركولنا وإحنا ما نعرفش بيباركولنا على إيه؟ وأنتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو أنت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني أنا عايزة نسخة تكون ليا وعليها إهداء. وأنا عاوز 20 نسخة أديهم لأصحابي. بابا أنا قلبت الدنيا عدوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة. كل النسخ نفذت. أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي. طب ما فيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضه الحمد لله. أنا بس يعني عايزة أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا علاء يا بنتي ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي. أنت تعرفها؟ آه بروح هناك كتير أحضر ندوات بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة. طب عايزة أقول لك إن احنا محضرين لك مفاجأة. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجايزه. ندوه؟ اه وين؟ الكتاب ده كارثه بكل المقاييس اللغويه والشعريه. طب ايه رايك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزه الدوله في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوه اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث. دي مهزله. ايوه أنا عايزك تقول رأيك ده بمنتهى الصراحة. أقول رأيي فيها يا دكتورة. الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة أدبية. وبعدين من مرجان ده؟ ها؟ أنا أول مرة في حياتي أسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان أحمد مرجان. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مرجان أحمد مرجان صاحب ديوان أبيع نفسي والذي حصل على جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب. ومعنا أيضا لمناقشة الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم أستاذ الشعر العربي ورئيس قسم الأدب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان وربنا يخليك لينا يا دكتور. أيوة بس ما يصحش. دي ساعة الصبحية ما حدش يقول الرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن يقول دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي انا بقروسك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطانة انا دخلتك مكان زي ده. خلاص تمشي فقر. واني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. بسرعة بلطيف ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمة حق. مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا. احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير.
كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذة ودي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا أستاذ مرجان. منين؟ وبيعملوا إيه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. انا مش حارمهم من حاجه، ومعيشهم احسن عيشه. ولادك حسوا ان هما تهانوا قدام زمايلهم. الحكايه مش حكايه فلوس وبس يا استاذ مرجان. امال حكايه ايه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك، أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه وثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخط اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المية اللي بتشربوها مية مرجان. الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان. الملابس الداخلية اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا أستاذ مرجان تختار ألفاظك كويس. زعلت أوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخلية؟ طب يا ست ما تزعليش، الأندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. تو ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، أول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ إزاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زبالة. وبعدين أنا عملت كده عشان إيه؟ مش عشان أعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما أنتوا بتقولوا؟ أنت عارف يا أستاذ مرجان، أنت ناقصك شيء مهم جدا. إيه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ إنك تتعلم. نعم؟ تتعلم. أيوه يا بابا تتعلم. وتاخد شهادة. ما هو مش معقولة تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهادة ايه ونيرت ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفة، لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعة تشحطوا، والحكومة خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش أي لازمة كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص أروح أقدم في مدرسة وألبس مريالة وأرجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم إنك بتقول ده بسخرية وكأنها نكتة، لكن لو عايز رأيي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا خلاص اتفلقوا كاكونيلا، خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي جابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي، ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات تعادل ماجستير، ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجة من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصية عامة، ناس كتير هتدور وراك، فملوش لازمة وجع الدماغ ده يعني. تاخد سعادتك ليسانس بولندي، ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، أنا ولادي دماغتهم جزمة قديمة زي كفاية حكاية الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهادة من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين، ويقعدوا يسألوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف إيه؟
انا هاخد الشهاده من هنا ومن نفس الجامعه بتاعته. انا سعيد جدا بهذه الزياره وبرضي سيادتك. في حاجه بالنسبه للاولاد؟ هم اشتكوا من اي حاجه؟ لا لا لا، المشكله مش مشكله الاولاد، المشكله مشكلتي انا. بس قبل ما نتكلم في اي مشكله، ده شيك مني كده بالمبلغ على ما اقصد لتجديد مباني الجامعه. ده شيء كتير، ده كلام زياده والله. اخباري معامل ايه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيك مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا برجنبي؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك انا بحلم بايه؟ انا بحلم ان انا ازرع حوالين حرم الجامعه اشجار وجناين عشان الاولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. انا لساني يعجز عن الكلام. انا اشكرك جدا يا مرجبي. انا نفسي اعمل لسيادتك اي حاجه تؤمر بيها يا مرجبي. انا عايز ادخل الجامعه عندكم هنا واكمل تعليمي.